ديالي بلا ما نطول عليكم، غادي نبداو في اللوك ديالنا. جاتكم ديجا العوينات مصايبين، راني خليتهم لكم ديجا، غادي نحط لكم الفيديو اللي صايبت فيه العوينات في صندوق الوصف، يعني وريتكم بالتفصيل كيفاش ديروا الايلاينر هذا نتاع القطه كما نقولوا لك، يعطي واحد النظره اللي كاريزماتيك، واحد النظره اللي حاده وجذابه، ما يمكنش شي واحد تشوفي فيه اختي هذه النظره وما يتزعزعش. المهم يا اختي ركزي لي على الايلاينر، خاص يكون كحول، وراني وريتكم الايلاينر باش كنخدم بهذا اللي كيجي على شكل جيل والشتا ديالو. انا وريتكم، غادي نحط لكم في صندوق الوصف طريقه رسم الايلاينر راه فيه كيفاش تصايبوا العوينات هكا. ويا لالا الحويجبات غادي نصوبوهم حداكم ماشي مشكل، غادي نمسح الحويجبات، نسيت الحويجبات ما مسحتهمش، غادي نمسحهم حداكم. بالنسبه للحويجبات كنمسح بهاد الموديل الماكياج كنستخدم تاع غارني. نمسح الحويجبات يا لالا، فوالا فوالا. انا ديجا عندي الحجبان تاعي على فورم غليظه، يعني دونك ما كنلقاش معاه مشكل. اول حاجه كنمشط الحجبان من الفوق، ياك كنمشط الحجبان تاعنا الفوق بهذه الطريقه كما كتشوفوا. انا الكريون اللي كان نتراسي به حجباني هو هذا ديال 2 in 1 اللي وريتكم ديجا في داك الميك اب توتوريال. هذا باش كنخدم كيدير 99 درهم، مهم 100 درهم نقول. كنحاول انني نتراسي الحجبان شعره شعره بالطريقه هذه، شفتوا كيفاش كيجيبهم شعره شعره. فوالا، وكنحاولوا نعبيو الفراغات اللي عندنا خاويين في الحويجبات ديالنا. صافي انا ما كنبغيش نكثر بيسكو، عندي ديجا الحجبان عامرين. فوالا فوالا، اخر حاجه كندير الماسكارا ديال الحجبان، ضروريه عندي اي ماسكارا. ما غاديش نوريكم لا ماركه بيسكو، مسكينه هاد الماسكارا شحال هي عندي قدامت، حتى لا مارك ديالها مسكينه تمحات. فوالا الطريقه، فوالا صافي الحجبان ديالنا واجدين. كندير اونتي سيرن ضروري تحت الحجبان، اي اونتي سيرن كتستخدميه كنديرو تحت الحجبان هنايا باش كي ضروري هو اللي كيتراسل لنا الفورمه نتاع الحجبان، كتبان نقيه ومقاده. حتى بالنسبه للمكان اللي كيبغيوش يحسنوا حواجبهم ولا يصايبوا حواجبهم، يقدروا غير لونتي سيرني يقادو حجبانهم، داك الشعر زايد درقيه بالكونسيلر. فوالا فوالا بهالطريقه هاد فوالا. ودابا غادي نحاولوا ندمجوا لتحت بشي بيوتي بلاندر. فوالا فوالا فوالا، وبهذا كيكونوا الحجبان ديالنا واجدين. الوغ دابا غادي نمشيو مباشرة للفون دو طون. الفون دو طون ضروري قبل منو كديرو واحد لاكخيم إيدغاتونت، أي كخيم عندكم نيفيا، اليوم غادي ندير نيفيا ولا برايمر ولا أي حاجة، ضروري مخاصش ديري الفون دو طون على وجهك ديغيكت باش ميديرلكش البشرة ديالك، وباش البشرة متمتص إلا متصت البشرة تمتص هاد الكخيم إيدغاتون متمتصش الفون دو طون. ضروري واحد لاباز دو مكياج قبل الفون دو طون. جي هنا شعري شي مشكل فون دو طون واحد ديال لوريال سميتو انفاليبل، كندير زوين كيعجبني كيجي ناتشورال بزاف. فوالا مكتكثرش بزاف بويسكو غي مكياج يومي ولا عادي خرجة خدمة ولا فيما بغيتي، مكنبغيش نكثر انا بزاف. خبركم انا الفون دو طون مكنديروش بزاف غير في المناسبات، كنخلي البشرة ديالي طبيعية باش مينكهاليش الفون دو طون. صافي كتحاولي توزعي الفون دو طون تاعك سواء بالبيوتي بلاندر سواء بالبرش ولا اي فرشاة ميك اب انت عندك. انا عاد كثرت، قلت ما كثرش كثرت.
شي مشكل شي مشكل. كيبالكم شويه وجه بيض على الفوندوطا على العنق ديالي ماشي مشكل. حيتاش علاش؟ حيت انا كندير واحد لابوطخ من الفوق اللي كتكون ديجا لا كولور ديالها برونزي غامق على لون البشره ديالي. اي بودر عندكم المهم راه مسكينه تقربات ديالي ماشي ضروري بودر برونز. انا كتعجبني شويه على حساب لون البشره ديالي انا جايه شو اسمها معاه. فوالا ضروري دير واحد لابودر من بعد الفوندوطا علاش؟ باش كتحافظ لكم عليه اكثر. يعني الفوندوطا ما كيسيحش كتثبت الفوندوطا ضروري كتفيكسي الفوندوطا ضروري واحد لابودر مور الفوندوطا باش كتفيكسي لكم الفوندوطا نتاعكم ما كيعرقش ما كيسيحش كما شفتوا فول كوفر يعني تغطيه كامله. فوالا شفتها انجيلينا جولي خلاص صافي. انا ما كنديرش الكونتورينغ يعني الصراحه ما كنديرش الكونتورينغ بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الكونتورينغ. انا ما كنديرش الكونتورينغ جيل عند اي بودغ عندكم في الدار ماشي ضروري تسولوا على ماك شي وحدين. البنات عندي ماك وشي وحدين ما عنديش ماك بحال مثلا هادو كنعقلت واش خديتها ب 20 درهم 25 درهم 30 درهم ما كنعقلش ما فيهاش لا مارك ديالها يعني ماشي كلشي كنشريه غالي باش ما نجيكمش الصراحه. شي حوايج اللي كنشريهم غاليين كنقول الفون دو تان بيضا تسولوا الثمن ديالو واش 100 درهم واش 110 درهم والله ما عقلت. المهم باش ضروري باش ديري الكونتورين باش يبانو لك الخدود ديال تكون صغيره على حساب كدير على الانف. نختاروا مثلا هاد لي بغوش شريتهم من شي اون اللي بغات نخلي لها ليا نخلي لها ماشي مشكل. هاكا كتطراس تبدا من هنا هنايا في الوقت كديري بودغ اللي كتكون بيضاء على اللون تاع السميت ديال كونتورينغ صافي كتحطهم فيها بحال هكا صافي. شفتو النويف كيتفرط وكيولي صغيور صافي. اخر خطوة اللي هي الهايلايتر في الوجه. الهايلايتر اي هايلايتر عندكم بلا ما تسولوني على لا مارك مسكين والله ما عارفه لا مارك ديالو. ميكاب ناضي دابا غادي نوريكم كيفاش نغراسيو لي لافغ ديالنا. اش من بوجاري مختارو انا عنيت على بوجاري الاحمر غادي ندير بوجاري الاحمر. عندي هاد الكخيون خديتو بعشرة دراهم ماشي ضروري قلتكم يكون كلشي غالي. المهم نديرو الاحمر ولا نديرو البروني؟ غنديرو الاحمر
نفكر شنو ندير الحمار ندير الكرونو غادي نشوف الخيون يكون في اللون. شوف غادي تبداو شوف اللي عندها شنو في الرقاق تاكد انها تطراشي شويه الفوق هكا شتو ديما طلعي شويه وجهي هابطة من تهبطي هبطي هنا هاكا داخل ماشي برا باش ما تشرعيش فمك الفم يبان صغير ومن فوق شتي ديري الغزال ديالك المفضل هذا ديال فارماسي لا ريفيرونس 13. تجي تقشري انجلينا 5 خمس صافي وميك اب تاعنا واجد صافي ميك اب يلا نتاع الحضور ونتاع العرس انا ما عنديش حاجه ندير الاي شادو بزاف فوق العين كيما نقول لك الفاقه فوفيا ما عنديش حاجه يا اختي ندير الاي لاينر ديالي بركه كيبان لي كنركز انا في الماكياج ديالي كنركز على الاي لاينر ديالي باش يجي داير هكا الاي لاينر والحجبان هما المكياج شوفوا اللي بغات تزيد تراسي فمها شنو دير اخر حاجه تقدر ديرها تقدر تجيب سميتو تجيب اي كونسيلر عندها وتفوت تحت فمها باش تنقي فوالا ميك اب واعر دايزو الكلام شفتي الوجه متراسي النيك متراسي العوينات متراسين نتمنى يكون الفيديو نتاع اليوم نال الاعجاب ديالكم نتمنى تكونوا استفدتوا منه واي استفسار واي استشاره ما عليكم الا ما تنساوش تاجوا تمني بعدا ديروا لي ابوني الانستغرام ديالي غادي نخلي لكم هنايا في شي بلاصه ولا عندها اي تساؤل ولا اي مشكل بغات تحكي لي مرحبا يعني على الراس والعين تكتبوا لي في انستغرام ولا تكتبوا لي هنايا في كومونتير هنايا في اليوتيوب نتمنى يكون عجبكم اللوك ديال اليوم وتكونوا استمتعتوا وجربوا هذا اللوك ميك اب وردوا علينا نتمنى تعلموا الايلاينر لحقاش الايلاينر هو اساسي من اسس المكياج الايلاينر الا ما
صرعتيش الايلاينر ما غتطلعيش المكياج. الايلاينر والحجبان اللي عوينات هما المكياج. الوغ تهلاي لي فراسك، وان شاء الله يكون تكوني استفدتي من هذا الفيديو، وان شاء الله نشوفك بخير وعلى خير في فيديو جديد.